الناس كلها جالها وزوع على الناس هتعمل ايه؟ وبيضربوا جميع الاتجاهات من هنا ومن هنا ومن هنا. في اصابات حد حصلت؟ ابن اتعور في دماغه ورواد فتحه فروه الراس وابن الثاني. خد كام غرزه؟ لسه ياخد ما بين 13 14 سم والثاني 6 سم. طيب حد الوجوه اللي عدت فيها، هل هي وجوه من المنطقه من سكان المنطقه ولا وجوه غريبه؟ لا مش من المنطقه. لا المنطقه كلها عارفينها عارفينها. مش من المنطقه، من مناطق ثانيه الله اعلم من مين. معذرين ومعظمهم صبيه ما بين ال 18 19 و 60 سنه. ولا يعرفوا حاجه في السياسه ولا يعرفوا اي حاجه، دي ناس بتنفذ مأمورية. حاجه تذكروا؟ اللي بيعملوه بينفذوا مأمورية، لا يعرفوا اي حاجه. المسيرة معدية طبعا عدد فوق 3000 بني ادم ولا 4000 بني ادم، لقينا حد طوب علينا وشواريخ وضرب نار بقلب المحل، نبتدي على ناحية المحل عندنا، سبت المحل انا والعامل اللي كان معايا وبري، باخد عربيتي وبجري لقيتهم جايين ورانا وولعوا في العربية، سبت العربية وجريت مع بال ما بروح على المحل وبجري لقيت المحل كله ولع. اخويا نازل برضه كان لسه نازل من البيت محل العطور اللي جنبينا طبعا عشان هو بيجري عليه، هم ماسكينه زاحقينه من ناحيه المصدر من ناحيه الاخوان عشان يتملكوا فيه يضربوه، هو رايح متجه للمحل عشان بيقفل باب المحل عشان محدش ليه مثلا يخش فيه، ما لحقش. بس من هنا بقى بدا بقى الضرب وبدا ضرب نار وولعوا في المحل ورموا قنبله موجوده في قلب شراب ولعوا فيها ورموها في قلب المحل. فاضطرينا انا اخد اخويا واهرب انا والعامل اللي معايا في قلب الشارع جوه، مشيتنا المحل وجرينا. مفيش حد حاول يطفي معاكم من اصحاب المحل التجاري؟ اصحاب المحلات مع بال ما اتلموا كله كان بيجيب رمله وبيطفوا بطفايات حريق، فضربوا عليهم نار وهم بيجروا ضربوا عليهم نار عشان ما حدش يلحق المحل، ففضل ضرب النار مستمر بتاع حوالي 5 دقايق او 7 دقايق. المسؤولين والسنه يعني بالعين الرحمه بالعين الرحمه يبصونا من اللي احنا فيه ده، يبصونا من اللي احنا فيه ده كده خلاص، احنا نعتبر كده زينا ناس كانت صحاب محل قبل صلاه الجمعه، بعد صلاه الجمعه بقاش صحاب محل، بقت ناس في الشارع يعني بصونا من عين الرحمه كده اهوت وياخدونا من نفسه. ده اللي احنا كلنا بنطلبه. كل اللي احنا بنطلبه حقنا وتعويض يرجعنا تاني، مش عايزين حتى يبقى اصحاب محلات، يبقى اصحاب محل لا حتى يبقى عمال فيه يشغلوا. ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين اكتر من كده. واحنا مفيش عداء بينا وبين حد. لو في عداء بينا وبين حد كان الشارع كله ما وقفش يطفي من هوت وضربوهم، يعني المسيره بتضرب. معاهم الاخوان الناس اللي هي المحترمه اللي هي المفروض عبد الدين معاهم، كان خالد حسان ولا محمد حسين ولا العمال اللي معاهم اللي هم المتحيين دوت ياسر ومحمد عبد الدين ولا الشيخ المحترم عبد الستار. طب ليه؟ حرام حسن، حرام خرب الدين دي كلها. السنه بعين الرحمه، مش عايزين اكتر من كده حاجه تانيه.